الطاقة الإجمالية لإنتاج الحليب المبستر والمسوق بسعر مقنن تفوق 4,500,000 لتر يوميا. وحاليا الكمية المنتجة عبر مختلف ملبنات مجمع جيبلي تقدر بأكثر من 3,600,000 لتر يوميا. تعد ملبنات المجمع أكثر من حوالي 130 نقطة بيع موزعة عبر مناطق مختلفة من التراب الوطني. وبحلول بقرب حلول شهر رمضان المعظم اتخذ جميع التدابير الاحترازية فيما يخص الصيانة عبر كافة الملبنات وأيضا اقتناء المواد الأولية حتى نتفادى كل اضطراب في التوزيع إما في الحليب الذي يعتبر كمادة أساسية ومادة واسعة الاستهلاك وأيضا في بخصوص المواد عفوا مشتقات الحليب. هناك كميات إضافية ضخت في الإنتاج إذ حاليا نحن نفوق عبر ملب مجمع جيبلي 3,800,000 لتر قد تصل إلى 4,000,000 إذ احتاج الأمر ذلك. سوف نفتح نقطة بيع نقدر نعتبرها من حجم كبير في ولاية أضرار وهذا من أجل التقرب لسكان الجنوب وتوصيل منتوجاتنا منتوجات خاصة مشتقات الحليب لتوزيعها عبر تراب الولاية والولايات المجاورة ولايات الجنوب. وهذا أيضا اتباعا لقرارات وتوجيهات السلطات العليا للبلاد حتى نتقرب أكثر وأكثر من المواطنين. وفي هذا السياق هناك كمية من حليب المجفف سريع الذوبان التي خصصت لولايتي الجنوب الكبير إنقزام وبرج باجي مختار تقدر ب 46 طن شهريا أي ما يعادل 552 طن سنويا تباع بسعر مقنن. يعني احنا كما جرت العادة في مجمع جيبلي كل عام هناك منتوجات جديدة يعني اوني دون توجور دون لينوفاسيون اذا عبر الملبنات تاعنا هذا العام سوف تكون منتوجات جديدة الاجوان الياورت ايضا كاين هناك مشروب الشربات اللي تزيد عليه الطلبية في شهر رمضان ولكن ندخلوا أذواق جديدة أحجام واحد أحجام أخرى يعني توجور دون لا ميم جام سي لي برودوي ليتي ولكن سي دي نوفو برودوي. وأيضا الأسعار سوف تكون أسعار تنافسية وأسعار خاصة بشهر رمضان حتى يعني نمكنوا المواطن نرافقوا المواطن في هذا الشهر الكريم يعني اللي معروف عليه العادة أنه الاستهلاك يزيد في هذا الشهر.